أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في مفردة النبوة، وفي هذا الاصطلاح القرآني، بل في هذا المقام المعنوي الإلهي في القرآن الكريم. قلنا أن هذا المقام أو أن هذا العنوان يعد من أهم المقامات القرآنية. إذا جئنا إلى الروايات نجد بأنه الروايات مثلا تعطي مقام الفقاهة، عنوان الفقاهة ونحو ذلك، ولكن القرآن يعطي هذا المقام للإنسان عندما يريد أن يصفه بمقام عال. ثم انتهينا إلى أنه النبوة مشتقة، أو النبي مشتق من النبوة الذي هو الارتفاع. وعلى هذا الأساس لو رجعنا إلى القرآن الكريم نجد الشواهد أيضا تؤيد هذا المعنى اللغوي، أن النبوة ليست من الإنباء والنبأ والخبر والإخبار، لا لا، أن النبوة من ارتفاع. قال تعالى في سورة مريم، أعزائي، في سورة مريم الآية 57 من سورة مريم، أعزائي، الآية 57: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. التفتوا جيدا، ما معنى أنه صديق النبي؟ قال: ورفعناه مكانا عليا. من الواضح أن هذه الرفعة ليست هي الرفعة المكانية الفيزيائية الجسمانية المادية. من الواضح أن الإنسان يكون في الطابق رقم 100 ليس أعلى مرتبة من الإنسان، نعم أعلى مرتبة في المكان البعد الفيزيائي والمادي، وهذا ليس له قيمة، كما أنه في التقدم الزماني والتأخر الزماني ليس له أي قيمة وشرف وجودي. هذا الإنسان ولد في القرن الرابع، هذا ولد في القرن الثامن، أيهما أشرف وجودا؟ لا عزيزي، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من حيث الزمان متأخر زمانا، ولكن أشرف الأنبياء. أعزائي، إذن الزمان والمكان ليس لهما تقدم وتأخر رتبي شرفي. ورفعناه، وهكذا أعزائي في سورة الأعراف الآية 176 من سورة الأعراف، قال تعالى الآية 176 من سورة الأعراف: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. هذه الرفعة وهذا الخلود المادي أو المعنوي أعزائي الشرفي الذي هو في مراتب تقدم وتأخر الإنسان، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، إلى آخر الآية. إذن من هنا يتضح أعزائي أن النبوة بحسب اللغة يعني الارتفاع، وبحسب الاصطلاح الكلامي النبي يعني ماذا؟ يعني الذي بلغ مراتب عالية في درجات المعنى والقرب الإلهي. ولازم هذا المقام المعنوي هو الاطلاع والعلم. التفتوا جيدا، لازم هذا المقام، لا أنه مقام علمي، لا لا أبدا، ليس الخلط عند الأعزاء. لازم هذا المقام أنه يطلع على ما لا يطلع عليه من لم يبلغ هذا المقام.
لازمه أن يطلع على ما لم يطلع عليه الآخرون. هسه إذا وصل الإنسان إلى هذا المقام، الحكمة الإلهية إما يبعث له مقام علمي، يعني بعبارة أخرى الخلفية التي بها يستحق أن يبعث إلى الناس، عند ذلك يأتي مقام ماذا؟ يأتي مقام الرسالة. فإذا خلفية الرسالة ما هي؟ هذا رسول، خلفيتها أين تكمن؟ تكمن في هذا المقام العال. فإذا بعث، التفتوا جيدا، فإذا بعث برسالة تشريعية يسمى رسول، ولكن أيضا رسول كلامي، رسول اصطلاحي. أما إذا لم يبعث برسالة تشريعية، صوم صلاة حلال وحرام ينبغي ولا ينبغي، هذه مولانا شنو؟ هذه تسمى نبوة. ما هي؟ إنبائية مولانا. ومن هنا نحن ميزنا في البحث السابق بين النبوة الإنبائية والنبوة النبوة التشريعية. لا أن النبوة لا أن النبوة يعني مقام علمي، لا 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 أبدا. هذا المقام لازمه العلم، وهذا العلم إما كذا وإما كذا. ولكن مما يؤسف له في اصطلاحاتنا الكلامية، في فهمنا التفسيري، في فهمنا الروائي، نحن لا نطلق عليه ماذا؟ ماذا؟ لا نطلق عليه نبي إذا لم تكن عنده رسالة. ولهذا خصصنا هذا العنوان بمن أعزائي؟ بالنبوة التشريعية. فإذا أطلقت على غير النبي التشريعي الذي يملك رسالة، نقول هذا ده يخالف ماذا؟ ده يخالف الاصطلاح، مع أنه ماذا يخالف الاصطلاح؟ من الناحية اللغوية لا يخالف الاصطلاح أبدا. نعم من الناحية الكلامية هذا خلاف الاصطلاح مولانا، من قبيل، خلوا أذهانكم يمين، من قبيل أن عنوان الإمام إذا أطلق يراد بها الأئمة الاثنى عشر، فلا يستعمل في غيرهم، فلا يستعمل في غيرهم. فإذا استعمل في غيرهم يقول هذا خلاف الرواية، واضح صح؟ مع أن عنوان الإمامة لا عامة مولانا، يمكن أن تصدق على هؤلاء الاثني عشر وعلى غيرهم مولانا، لا محذورة في ذلك. ومن هنا أعزائي لا بد أن نميز جيدا بين النبوة الإنبائية والنبوة ماذا؟ التشريعية. هذا أولا لا بد أن نميز. وثانيا أن النبوة الإنبائية سؤال، ختمت أو لم تختم؟ لا يوجد أي دليل عقلي قرآني روائي أيا تريد أن تقولوا أنها ماذا؟ ختمت. لماذا؟ لأنها هي مراتب الصعود إلى الله، مراتب القرب الإلهي، مراتب الرفعة المعنوية مولانا. هذا أغلق أو لم يغلق أعزائي؟ لا لم يغلق، على مفتوح للجميع مولانا، مفتوح للجميع، مفتوح للجميع. ولهذا لا أقل لا أقل لا أقل مصداق الأئمة الاثنى عشر مولانا مقاماتهم. ولهذا كانوا تحدثهم الملائكة أو لا تحدثهم؟ تحدثهم. ينبئون عن الغيب أو لا ينبئون؟ ينبئون. لماذا؟ لأنهم بلغوا هذه المقامات العالية. ما المحذور في ذلك؟ ما المحذور؟ وهذا الباب أيضا لم يقل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة، ولا قال القرآن الكريم ترى أغلق هذا الباب، بعد لا يصعد أحد إلى المقامات العالية حتى يخبر. نعم كل كما قلنا بالأمس أن ذاك الشخص الذي يريد ينبئ عن تلك المعارف أو عن تلك المقامات إن كان معصوما فكلامه حجة علينا، إن لم يكن معصوما
فكلامه حجة عليه، وإذا نحن دل عندنا الدليل أيضا نقبله، وإلا ماذا؟ لا نقبله، انتهت القضية. ما أدري استطعنا. وهذه هي، وهذا هو الخلط الذي وقع فيه المجلس وغير المجلس مولانا، خصوصا الذين خالفوا مدرسة أهل البيت، لأنه هم فهموا أن من يصل إلى مثل هذه المقامات فهي النبوة التي ختمت، وحيث أنهم رأوا في رواياتنا وفي كلمات علمائنا أيضا أمثال المجلس، ها ولا مو غير المجلس، أمثال المجلس قالوا هم دي يقولون أنه لهم مقام النبوة. تعالوا معنا إلى مرآة العقول عزيزي، التفتوا جيدا، هذا مرآة العقول، التفتوا لي جيدا، هذا مرآة العقول للعلامة المجلسي المجلد أعزائي، المجلد الثاني صفحة 290، يقول وبالجملة، التفت إلى العبارات، وبالجملة لا بد لنا من الإذعان بعدم كونهم أنبياء تعبدا. هل سأقول لماذا يقول تعبدا؟ طبعا ما موجودة كلمة تعبدا، يقول فقط نقول ليسوا أنبياء، هو ولا هم ماذا؟ أنبياء. ليه؟ وأنهم أفضل وأشرف من جميع الأنبياء. هذا 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 اللي يعبر عنه التناقض شنو؟ الأول. ولا نعرف السبب لعدم اتصافهم بالنبوة. لماذا؟ لأنه هو فهم النبوة بأي معنى؟ ها؟ لا 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 اسمحوا لي. فهم النبوة بأي معنى؟ هذا المقدار الذي يرتفعون تحدثهم الملائكة يصل إليهم من علوم الغيب، وهذا كما يأتي إلى النبي يأتي ماذا؟ إلى الأئمة. يعني الروايات عندما تقول بأنه هؤلاء في كل ليلة جمعة كذا، هم علومهم كذا علومهم كذا علومهم كذا، عندما يأتي إلى النبي يجد نفس هذه المواصفات موجودة أين؟ في الأنبياء، في النبي الأكرم وفي باقي الأنبياء. هو لماذا ليسوا بأنبياء؟ مع أن الفارق الأساسي وين؟ بالنبوة الإنبائية والنبوة التشريعية. فلو كان أهل دقة كان فهم لا أقل تتلمذ على أيديهم وعرف أن هذه النبوة الثابتة لهؤلاء ولغيرهم هي النبوة الإنبائية، والتي ختمت هي النبوة ماذا؟ التشريعية. ولهذا هم صرحوا أئمة أهل البيت، قالوا نحن لسنا أنبياء، هذه لسنا أنبياء يعني شنو؟ ها هذا النبوة التشريعية، يعني نحن أيضا نتعبد بشريعة من؟ بشريعة جدنا صلى الله عليه وآله. يقول ولا نعرف سببا لعدم اتصافهم بالنبوة، التفت، إلا رعاية جلالة خاتم الأنبياء. باب التشريف مولانا، وإلا هذول أنبياء مولانا. وهذا الطرف الآخر عندما يقرأ هذه الكلمات عد يتهمك بالكفر بعد مولانا، خارج على الموازين لو مو خارج على الموازين، لا مو خارج على الموازين. لماذا؟ لأن صريح القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لا نبي بعد، متواتر أصلا، مسلم من مسلمات مدرسة، من مسلمات الفكر الديني، أليس كذلك؟ يقول هؤلاء يصرحون أن أئمتهم ماذا؟ أنبياء مولانا. نعم لا نسميهم تشريفا، يعني خرج عن الدين لو ما خرج عن الدين. التفتوا، هذا ما أريد أقول من حقه، ولكن أريد أقول بأنه أنت هماتي أنا واقعا أنت ما السبب، لأنه أنت هما فاهم النبوة زين. ولهذا تجدون في الروايات الواردة عن الإمام أمير المؤمنين أنه العلوم عندما كذا وكذا كان يعطى لعلي كما يعطى لمن؟ له مقامات علمية، ولكن هذا لا يجعله أن يكون غير تابع، هو تابع وليس بتابع. تابع لو متبوع أمير المؤمنين، تابع، تابع في ماذا؟ في التشريع، لأنه ذاك هو الرسول، هو ليس برسول. ما أدري واضح المطلب. قال إلا رعاية، ولا يصل عقولنا إلى فرق بين النبوة والإمامة. طبعا هذا المعنى بشكل واضح أشار إلينا، ولا أعز اللي يريدون يراجعون مولانا أيضا في البحارة يستطيعون يراجعون المجلد 26 مولانا،
البحار، نفس هذا الكلام أعزائي، لأنه هذا تقريبا المطالبة مأخوذة منها من البحار، في المجلد 26 أعزائي، مجلد 26 صفحة 82 باب أنهم محدثون وبالجملة لابد لنا من الإذعان بعدم كونهم أنبياء، نفس الكلام أعزائي أنا ذاكره هنا بعد لا نحتاج أن نكرره. أما بهذا، هذه كما يقال حاشية، فائدة، وهذا هو من لا يفهم المباني يقول ابن عربي يدعي ماذا؟ النبوة، لأن هؤلاء لم يستطيعوا أن يميزوا بين النبوة الإنبائية والنبوة التشريعية، ووجدوا أن هذا الرجل يدعي ماذا؟ ها؟ النبوة، ولكنه في الوصول إلى تلك المقامات فتصوروا ده يدعي يا نبوة التشريعية، مع أنه ده يدعي النبوة الإنبائية ويصرح في مواضع في هذا المعنى، بل يعتقد، يكون في علمكم، هو يعتقد في نفسه يقول ولا أعلم أن أحدا وصل إليه، يقول أنا أخذ بلا واسطة من الله، مع أن الذي يأخذ بلا واسطة من الله من هو؟ الصادر الأول. يقول الله سبحانه وتعالى ما قال لنا بأنه أنا أغلقت الطريق، فقط أتصل بخلقي من خلال من؟ ها؟ الحقيقة المحمدية. نعم في الأعم الأغلب يتصل بماذا؟ ها؟ من خلال الحقيقة، ولكنه هذا مو معنى أغلق الطريق على نفسه بعد لا يستطيع إلا عن هذا الطريق، لا ليس الأمر كذلك. نعم اقتضت حكمته بشكل عام هكذا، وهذا أصل أنا ذكرته فيما سبق أعزائي في هذه الدروس، هذه قلت أن الله سبحانه وتعالى كما أنه وضع أسباب ومسببات، ولكن أبقى خطا ساخنا بينه وبين كل عبد من عباده وعبيده، خط مباشر أبدا لا يطلع عليه أحد. وعندما تراجعون من روايات، روحوا راجعوا مولانا في يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول يرتبط به مباشرة، يقول شوف الآن ملائكتي والذين يحسبون الحساب والميزان لا يعلمون في ذيك الليلة أنت ماذا فعلت، لأنه لم أطلع أحدا على عملك، لا الملائكة الموكلين ولا وسائط الفيض، فقط أنا أعلم، أسترك لأنك سترت كذا وكذا، بينه وبينه ربه مستقيم بلا واسطة، بلا واسطة. هو يدعي هذا المعنى، يقول أنا همات وصلت إلى هذا المقام أخذ من الله شنو؟ ها؟ مباشرة. أما عندما تصل القضية إلى النبوة التشريعية، انظروا ماذا يقول، ولكنه مع الأسف الشديد من لا خبرة له مباشرة، خصوصا الوهابية والسلفية ومن تأثر بهم من الشيعة، التفت جيدا، يقول فالله يجعلنا على بصيرة. أعزائي الفتوحات المكية المجلد الرابع صفحة 240، التفت الباب هذا الباب الأحد والثلاثون ومائتين في المكر، يقول التفت جيدا، والذي أسأل الله تعالى أن يرزقنا أعلى مقام عنده يكون لأعلى ولي، التفت جيدا، فإن باب الرسالة والنبوة مغلق. هيا رسالة ويا نبوة تشريعية، لأنه غير مكان مولانا يقول أنا أخذ من الله مباشرة. هسا أنقل لكم، وينبغي للعالم أن لا يسأل في المحال، لأنه بعد النبي، يعني النبوة التشريعية شنو؟ محال أن تسأل أنت نبوة شنو؟ تشريعية. وبعد الإخبار الإلهي خاتم النبيين يغلق هذا الباب، فلا ينبغي أن نسأل فيه، فإن السائل فيه يضرب في حديد بارد.
تعلمون هذا المثال معروف أن الحديد إذا كان باردا يؤثر فيه شيء أو لا يؤثر. متى يؤثر؟ إذا كان حارا. ها؟ يقول هذا السؤال من قبيل طلب المحال أعزائي. يضرب في حديد بارد إذ لا يصدر هذا السؤال من مؤمن أصلا قد عرف هذا، ويكفي الولي من الله أن جعله على بصيرة في الدعاء إلى الله. تقول أنت الذي تقول، التفت جيدا في صفحة 43 من الكتاب، التفتوا لي جيدا في الباب 98 في معرفة النفس، مو النفس، نفس، التفت جيدا في ذكر الله نفسه بنفس الرحمن، التفت جيدا، وقد ورد في الحديث، التفتوا هذه من مباني الشيخ، وقد ورد في الحديث الصحيح كشفا الغير الثابت نقلا عن رسول الله. يعني شنو يقول حديث غير ثابت؟ شنو انت منين جبت هذا؟ يقول ثبت لي لانه انا ارتبطت برسول الله في تلك العوالم واخذت منه. تقول له لا اصدق. يقول جزاك الله، انا اصلا داعيك تصدقني، انا دا انقل ما وصلت اليه. هسه ان قبلتها فبها ونعمت، ان لم تقبل لا اقل تشتم في امان الله وحفظه. شنو انا بعثت اليك؟ تعال طالع كتابي او تؤمن به، ولكن هذا اعتقاد. التفتوا لي جيدا. اذا فتحصل الى هنا اعزائي، فتحصل عند ذلك اعزائي. بعد يتضح لكم ان الروايات التي تكلمت انهم ليسوا بانبياء، بعد هذا لا ينافي انهم تحدثهم الملائكة. الكافي الجزء الأول أعزائي صفحة 670. قال أبو عبد الله إنما الوقوف علينا في الحلال والحرام، فأما النبوة فلا. باب النبوة بالنسبة يا نبوة يا ابن رسول الله. يقول نبوة التشريع، وإلا في مكان آخر ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ ها؟ تحدثنا الملائكة أو لا؟ يا ابن رسول الله خذ تحدثهم الملائكة، إذا يوحى إليكم، إذا أنتم ماذا؟ أنبياء. كما وقع في الإشكال منه المجلس مولا، قال والله لا أفهم الفرق. لماذا؟ لأن الضابط عنده أنه يصل إلى هذا المقام، وقد وصلوا. ورواية موجودة الآن، مصر وقتي أستخرج لكم يا شخص دخل على الإمام الصادق، وأنا ناقلها الرواية. شخص دخل على الإمام الصادق أراد أن يؤبن بعد شهادة الإمام الباقر، أراد أن يؤبن الإمام الصادق بشهادة الإمام الباقر، قال في هذا اليوم فقدنا إماما وليا إنسانا، لو قال رسول الله لما سئل الواسطة. يعني كان هذا مقامه، إذا قال لا نقوله ما هو واسطتك إلى من، مع أنه الإمام الباقر عاصر النبي أو لم يعاصر، إذن ينبغي أن يسأل عن الواسطة. يقول فسكت الإمام هنيئة ثم رفع رأسه، قال الإمام صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. يعني يا فلان نحن قد ننقل عن الله شنو مباشرة بلا واسطة. يصلون؟ نعم ممكن أن يصل، ما المحسوب؟ هو إذا احنا قبل، لأنه لا دليل فلسفي أو ديني يمنع شنو؟ يمنع ذلك. ما المحذور؟ هسا أنت تقول أنا أشك في المصداق، أنت تشك في الإمام الصادق، هو يقول عبد القادر الجيلاني. الآلوسي يعتقد أن عبد القادر الجيلاني واصل إلى هذا المقام، انتهت القضية. هو قطب عالم الإمكان، خلصت. أنت تقول الحجة المنتظر، هو يقول منه؟ عبد القادر. فالمشكلة في المصداق. فإذا هذا الطريق مفتوح اللي يصطلح عليه عرفاء بقوس الصعود، إليه يصعد، إليه يصعد، اصعد، اقرأ وارقى، اصعد. هسه أنت بيني وبين الله ما تريد تقف في هذا العالم، ماذا أفعل لك أنا؟ وإلا الله يقول الطريق إلي سالك، سالك الطريق مفتوح، وأقرب الطرق أنا إليك. لماذا يا إلهي أقرب الطرق؟ يا
يقول أنا أحول بك بينك وبين نفسك، بعد يوجد أقرب مني؟ هسه أنت رايح مولانا تريد مو أكل من القفا، من 70 قفا هيجي بوسائط لمن توصل إليه. أنا أقول أقرب إليك من حبل، أقول لك قريب، أقرب إليك من حبل الوريد، يحول بين المرء وقلبي، ومع ذلك أنت تبحث عن الواسطة، ماذا أفعل لك أنا؟ وإن كذا قريب المسافة إلا أن تحجبهم الأعمال، في كلمات الإمام السجاد، إلا أن تحجبهم الأعمال دونك، أنت وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولهذا سيد حيدر الآملي مولانا في جامع الأسرار يقول مشكلتكم أنتم طولتم الطريق على أنفسكم، تريد تصير مجتهد مولانا، تريد 50 سنة تدرس بالحوزة، ماذا أفعل لك؟ والله كان أكو طريق مولانا، بتعبير الإيرانيين مولانا بينبور، فالطريق مولانا في ليلة واحدة يوصلك، تقول ممكن؟ يقول نعم، هؤلاء أئمة أهل البيت وصلوا أو لم يصلوا، ثم ثبت لي بالبرهان العقلي أو النقلي أنه مختص بهم، أنا معك. وكلام منطقي، يقول قل لي أن هذا الطريق أغلق، فقط أعطي للإمام الجواد، أعطي لمن؟ للأئمة، وأغلق على الآخرين. دلوني أين البرهان على المنع؟ ما أدري، واضح صار؟ جيد. فتحصل إلى هنا أعزائي، خلوا ذهنكم يمي، فتحصل إلى هنا إلى أنه أساسا التفاضل في المراتب المعنوية والقرب الإلهي مرتبط بيا نبوة، ها؟ بالنبوة الإنبائية لا بالنبوة التشريعية، لأن النبوة التشريعية من آثار النبوة الإنبائية. سؤال اللي بالأمس احنا قلنا إجمالا، يتفاضل الأئمة أو لا يتفاضل؟ القرآن صرح بأن الأنبياء يتفاضلون أو لا يتفاضلون؟ يتفاضلون. بماذا يتفاضلون الآن؟ قل معي شنو؟ يتفاضلون في درجات الارتفاع. قلنا الإنبائية هذه من اللوازم أعزائي، العلم مو هو المقام، وإنما لازم شنو؟ لازم المقام. من يصل إلى هذه الدرجة يلازمه أن يكون ماذا؟ ها؟ عالما. إذن القرآن بينه، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. بماذا يتفاضلون؟ في الدرجات، في درجات الصعود. واحد يصعد 7 درجات، واحد يصعد ماذا؟ 10، واحد يصعد 100. فكلما صعد أكثر شنو صار؟ ها؟ اطلاعه أشمل. فيكون تمايزهم بالعمل وتمايزهم بالعلم يعني بلازم المقامات، فإذا تعددت المقامات تتعدد درجات قولوا معي درجات العلم، وعند ذلك يتفاضلون بماذا؟ بالعلم. ولهذا قال القرآن الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم شنو؟ درجات. له نهاية أو لا نهاية له؟ لا نهاية له، لا نهاية له، لأن المعارف الإلهية ومعرفة الله متناهية أو غير متناهية؟ غير متناهية، فأينما بلغ هناك مرتبة بعدها. ولهذا السيد الطبطبائي عنده في الجملة هو يقيم أعزائي في المجلد الأول من الميزان في صفحة 37، يعني في ذيل الآيات أعزائي، في ذيل الآيات
في ذيل الآية 6 و7 من سورة الحمد، يقول إن مزية أصحاب الصراط المستقيم. يقول القرآن هم يقول يوجد عندي السبل ويوجد عندي ماذا؟ صراط، والبعض على الصراط والبعض على ماذا؟ على السبل. ما الفرق بينهما؟ يقول هذه هي الدرجة، هذه الدرجة. إن مزية أصحاب الصراط المستقيم على غيرهم وكذا صراطهم على سبيل غيرهم إنما هو بالعلم لا العمل. مو أنه عمله أكثر، لو عمله ماذا؟ أقل. بعد تذكرون أعزائي فيما سبق قلنا في مسألة شنو؟ نواقص شنو؟ الدين. قلنا بأنه الزيادة والكثرة والقلة في العمل ليس هو المدار، المدار على ماذا؟ على هذا. فلهم من العلم بمقام ربهم ما ليس لغيرهم. هذا إذ قد تبين مما مر أن العمل التام موجود في بعض السبل، يعني يشتركون. هو يصلي 17 ركعة، أنا ما صلي 17 ركعة، شنو الفرق بيناتنا؟ تقولي لا أمير المؤمنين يصلي 51 ركعة، والله أنا أصلي 212 ركعة، ولكنه ضربته يوم الخندق تعادل شنو؟ أين الميزة؟ من أين جاءت؟ ما جاءت في العمل، وإنما جاءت من أين؟ من العلم، من المعرفة. أغلق هذا الباب؟ لا والله لم يغلق. أنت تستطيع مولانا بعلمك تعطي قيمة لأي شيء؟ لعملك. قال مم أن العمل التام موجود في بعض السبل التي دونه، فلا يبقى لمزيتهم إلا العلم. أما ما هذا العلم؟ وكيف له؟ له بحث. وكيف هو؟ له بحث آخر. الآن مو مع بحثنا، واضح صار أعزائي؟ جيد. هذا على مستوى الأنبياء. إذن الأنبياء بماذا يتفاضلون؟ بمراتبهم المعنوية التي تظهر منها نتائج ماذا؟ علمية. الأئمة شنو؟ يتفاضلون ولا يتفاضلون؟ الكافي الجزء الأول، الكافي الجزء الأول أعزائي، الكافي ثقة الإسلام الجزء الأول. قال قلت لأبي جعفر قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، قال إيانا على أنا وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي. والرواية في مرآة العقول الجزء الثالث صفحة 34 أعزائي يقول حسنة معتبرة كالصحيحة. الأعزاء اللي يريدون يراجعون هذا مرآة العقول، حتى يقولون بأنه على مباني القوم، ده أتكلم مو على مبانية. التفتوا جيدا أعزائي، صفحة 34 التفتوا، الحديث السادس نفسه حسن ك الصحيح من حيث السند، لا أقل المجلس يعتبرها ماذا؟ معتبرة. الرواية الثانية أعزائي حتى مباشرة ننهي، الرواية الثانية المجلد التاسع من الكافي مولانا، المجلد التاسع من الكافي صفحة 322. اعلم أن الرواية هذه قلت جعلت فداك ما علمت ذلك، بئس ما صنعت. دخلت المدينة، خل أقرأ الرواية. دخلت المدينة فأتيت أبا عبد الله فقلت جعلت فداك، أتيتك ولم أزر أمير المؤمنين. قال بئس ما صنعت، لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك. شلون ما تزور أمير المؤمنين؟ جفاء هذا المن؟ ويعقل أن الإنسان يحب أحدا ولا يزوره؟ أصلا ما يمكن هذا. ألا تزور من يزوره الله مع الملائكة ويزوره الأنبياء ويزوره المؤمنون؟ قلت جعلت فداك ما علمت ذلك. قال اعلم أن أمير المؤمنين أفضل عند الله من الأئمة كلهم،
وله، التفت إلى هذا الأصل، وله ثواب أعماله. لماذا بلغ أمير المؤمنين؟ عباداته كانت أكثر، بلغ مرتبة من ورفعناه مكانا عليا وعلى قدر أعمالهم. هاي من رواية ثانية حتى لأنه الوقت ضايقني. الرواية الثالثة أعزائي، طبعا هاي الروايات أعزائي بدون يراجعوها واردة أيضا في كامل الزيارات أعزائي. وين كامل الزيارات؟ هاي الرواية اللي يعتبر مثل سيد الخوي نظره القديم أنه كل روايات كامل الزيارات معتبرة واردة هناك أعزائي. قال: فاعلم أن أمير المؤمنين، الباب العاشر، ثواب زيارة أمير المؤمنين، الرواية الأولى أعزائي، قال: وله ثواب أعماله. الرواية التي بعدها عيون أخبار الرضا أعزائي، عيون أخبار الرضا أعزائي، بعد نمر عليها بسرعة حتى أنه نصل إلى النتيجة. قال: وبإسناده، يعني الباب عيون الحديث 252 الباب 31، الحسن والحسين خير أهل الأرض بعدي، النبي يقول وبعد أبيهما. خير أهل الأرض ماذا؟ بعدي. طبعا عد راح تنحل عندنا مشكلة شنو؟ أفضلية الأنبياء لمن ثبت عنده بالدليل، أفضلية الأئمة على الأنبياء هذه مو مرتبطة بشنو؟ ها؟ في البعد التشريعي، هاي مرتبطة بمقامات المعنوية أبدا. ما أدري واضح صاري ولا؟ قال: بعد أبيهما، هاي من رواية أعزائي. الرواية التي بعدها أعزائي في قرب الإسناد، بعد هذني حتى لو روايات ضعيفة لا يهم لأنه عندنا روايات معتبرة. الرواية التي بعدها قال: كتب أبو جعفر قرب الإسناد في أجوبة الإمام الرضا صفحة 351 مؤسسة آل البيت: لا يستكمل عبد الإيمان حتى يعرفه. خلي ذهنك يمي، احفظ لهذا الأصل. إذن يتفاضلون ويتساوون أو لا يتساوون؟ يقول نعم، أكو مرتبة من مراتب العلم، هم في العلم جنو سواء، يعني بعبارة أخرى لا نفرق بين أحد منهم. ولكن كيف يجتمع لا نفرق بين أحد منهم وبين أنهم ماذا؟ يتفاضلون. وهذا الإشكال أيضا وارد على النص القرآني، وهو أنه كيف يقول القرآن لا نفرق بين أحد منهم من الأنبياء، ومن جهة أخرى ماذا؟ ها الجواب: لا نفرق عنهم من بينهم في جهة ويتفاضلون. أي التفت إلى الإمام، بيّن هاي النكتة. قال: يجري لآخرهم ما يجري لأولهم في الحجة والطاعة والحرام والحلال سواء، أما ولمحمد ولأمير المؤمنين فضلهما. خلاص انتهت القضية، هذيك مراتبهم العلمية، ولكنه في الطاعة لا على حد سواء، في الحلال والحرام على حد سواء. هذا بعد يبين مولانا أين التفاضل وأين عدم الافتراق. هذه همات رواية أعزائي. في بصائر الدرجات أعزائي، في بصائر الدرجات أكو بابين أعزائي، بصائر الدرجات أكو بابين أعزائي. باب في أن الأئمة، أن بعضهم أعلم من بعض وعلمهم بالحلال والحرام واحد، وهي الباب مهم. أعلم إذن في ماذا؟ إذا كان علمهم في الحلال والحرام ماذا؟ واحد. إذن في أي بعد أعلم؟ قال: كلنا نجري في الطاعة والأمر مجرا واحدا، وبعضنا أعلم ماذا؟ من بعض. التفت، قلنا الأئمة بعضهم أعلم من بعض؟ قال: نعم، وعلمهم بالحلال والحرام وتفسير القرآن واحد، وما زاد على ذلك يختلف. مولان التفت جيدا، هذه رواية. الرواية الأخرى أعزائي في سلسلة الأحاديث الصحيحة، حتى يتبدأ أنه هذه الرواية أيضا حتى تعرفون بأنه هذا الأصل اللي أنا قايله قلته مرارا. هسه لو تنظر مجموع الروايات عندنا في هذا المجال تجدها كثير منها ضعيفة السند أو سندها غير معتبر، أما من تجي إلى مصادرهم مولانا شنو؟ مو قوية، متواترة. ولا تصدقون والله، يعني الذي فصل
حوزاتنا العلمية عن المباحث الروائية عند القوم وعند مصادر المسلمين ظلم أهل البيت، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آثارهم ده تطلع مولانا، ولهذا عمرهم قاضيها مولانا بالطهارة والنجاسة. لماذا؟ لأنه هاي المعارف راحت ذهبت مولانا. الآن أنت بمجرد تقرأ الرواية يقول ضعفها فلان ضعفها فلان، خلصت القضية. وأنت ما عندك مصدر، لو ما عندك مصدر ومطلع على مصادرهم وغير مطلع، غير مطلع، لا تعلم أنه واردة بشكل متواتر عندهم وبطريق معتبر بشكل. انظر إلى الرواية: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. حتى يتعلم الأعزة التحقيق، رواية 798 سلسلة الأحاديث الصحيحة العلامة الألباني يقول: هذا الحديث ورد من 10 من الصحابة. متواتر لو مو متواتر؟ لأنه 4 أو 5 شنو؟ واللطيف، شوفوا هذا 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 المنهج العلمي. يقول: أما حديث أبي سعيد، من هم؟ الخدري وذحي حذيفة وعلي بن أبي طالب وابن الخطاب وابن مسعود وابن عمر والبراء بن عازب وأبي وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وقرة بن عياش. التفت، يقول: أما حديث أبي سعيد فيرويه قال رسول الله فذكره. التفت جيدا، التفت، خلي ذهنك كمي، خلي ذهنك كمي. ثاني: وأما حديث حذيفة فله عنه 3 طرق. فانت اذا ما تلتفت تقول والرواية وردت مولانا من 30 شخصا، مو من 30، من 10، ولكن الطرق الى هؤلاء 10 شنو؟ متعدد. ما ادري، واضح؟ لانه لا ينظر الا الى السند الاخير، هذاك لابد نقول انه 30 أو 10 أو 2. ثم يقول ثانيا هذا، التفت اعزائي، ثالثا هذا اعزائي، واما حديث علي فله عنه 5 طرق. وهكذا يعدد إلى أن يأتي مولانا: وبالجملة فالحديث صحيح بلا ريب، بل هو متواتر. وفي ذيل هذا الحديث ماذا يوجد؟ هو مهم: وأبوهما خير منهما. هاي الأفضلية أي؟ هسه أنت كل ما قاله رسول الله بناء على هذا، ولهذا أنا قلت في الكوثر وأؤكدها مرارا، قلت لو كل كتب الشيعة مخلوها على صفحة، كل ما أحتاجه أستخرجه من أين أنا؟ من كتبي، ما أحتاج أنا كتب الشيعة أصلاً. كل ما قاله أمير رسول الله في الحسن والحسين يأتي ماذا؟ قولوا في علي بأعلى. يعني إذا هما ريحانتاي من الدنيا فعلي شو يصير؟ شنو؟ ريحانة؟ لا، أبوهما خير منهما. ما أدري واضح صاري ولا. وهاي الرواية حتى الأعزام يردون راجعون، المسند المصنف مولانا، المعلل مولانا، المسند المصنف المعلل في صفحة، التفتوا لي جيدا، المجلد 16 صفحة 401. التفت جيدا الرواية، قال الحسن، رقم الرواية 7797، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. سؤال، خلي ذهنك يمي. طبعا الأعزة من اللي يريدون يراجعون، احنا هذا طارحي مولانا مو الآن جديد، علم الإمام في كتاب علم الإمام، هناك مولانا تحت عنوان تفاضل الأئمة فيما بينهم، مبين النكتة هناك، ليتبادر إلى ذهنكم الآن دا أقول هذا، لا من قبل 20 سنة، على إله خلوا هذا. هسه تعالوا إلى البحث الأساسي، وإذا كان الأمر كذلك، خلوا ذهنك كمي، إذن يمكن أن يطلع من هو أدنى على ما هو أعلى أو لا يمكن؟ شو تقولوا؟ يعني هو وصل إلى المرتبة الدرجة 5، فماذا يطلع؟ الخامسة، يعني الحقائق الموجودة في ذلك العالم وحاضرة عنده بعلم حضوري أصلا، مو علم حصولي، ها؟
يستطيع أن ينكشف له ما هو أعلى من ذلك أو لا ينكشف؟ لا ينكشف. فعندما يخبر عن تلك المقامات العلمية عن أي شيء يخبر؟ خامسة. فإذا إمام آخر واصل إلى التاسعة عن ماذا يخبر؟ عن التاسعة. فأنت من تخلي واحدة بصف اللغز شو تقول صار بيناتي؟ تقول هذه متى نسجم شو ويا هاي؟ هاي وين؟ هاي وين؟ وهو كذلك الآن أنتم عندما تراجعون إلى الأدعية، إلى روايات الأئمة، إلى كلماتهم، واقعا تجد بعضها مولانا في أعلى عليين وبعضها في الوسط مولانا. وهذا طبيعي جدا. لماذا؟ لأن هذا مرتبته، ده يتكلم عن مرتبته هو. لا أقول يتناقضون، لا لا، قد أنا وأنت نفهم شنو، ولكن هذه ليست تناقضا. إذا اتضحت هذه القاعدة يتضح لك لماذا أن العرفاء فيما يدعون من الكشف يختلفون شنو؟ في ماذا؟ في ماذا يختلفون؟ في مكشوفاتهم. لماذا؟ أنت تقول إذا كان كله كشف، البعض يتصور في نظرية المعرفة يقول انظر أن هؤلاء شلون يكذبون، هذا عارف يقول علمي حضوري وانكشف لي، هذا معارف يقول علمي حضوري وانكشف لي شنو خلافه، وهذا تناقض. إذن هذول كذابين مولانا. الجواب لا عزيزي، حفظت شيئا وغابت عنك 3,500,000 شيء مولانا. لماذا؟ لأن هذا المسكين الأول دي يتكلم عن مرتبته، وذاك أيضا دي يتكلم عن ماذا؟ عن مرتبته. هذا تمهيد القواعد لابن تركة مولانا، هذا تمهيد القواعد. يقول المخالفة بين السالكين في معارفهم إنما نشأت من قوة الاستعداد وضعفه، فإن الضعيف منهم إنما يدرك معنى ويتصور أنه النهاية في ذلك. تصور وصل إلى ماذا؟ قاب قوسين، مع أنه أول الطريق ملا، فيتوقف عنده وما يتعداه ويعتقده عقدا يقينا منطقيا، عقدا لا يتطرق إليه الانحلال. يقول خلاص العلم من هذا بجنو، ها خاتمة المجتهدين، خلاص العلم وين وصل؟ يم الشيخ الأنصاري وخف، خلاص انتهى. ما أدري واضح النكتة يولا، مع أنه بابا هذا مرتبته من العلم وصريح القرآن. شو يقول القرآن مولانا؟ ذلك مبلغهم من العلم وفوق كل ذي علم عليم. يعني بلغت ما بلغت يا رسول الله وفوقك شنو؟ عليم. رسول الله، بلي نعم رسول الله بلغ ما بلغ، في النتيجة متناهي أو غير متناهي؟ متناهي أو غير متناهي؟ لا متناهي عزيز، في قوس الصعود متناهي، أينما يصل هو شنو؟ متناهي. فوقه ماذا يوجد؟ اللا متناهي. لا أبلغ ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، هذا إقرار بالعجز بعد حديث، هذا من الفريق من المدرستين. لا أبلغ ثناء عليك. لماذا لا تبلغ؟ يقول لأنه أنا متناهي وهو، أنا محدود وهو غير محدود، فكيف أستطيع أن أحمده وأثني عليه كما هو أهله وكما يستحقه؟ أنت حقك ماذا؟ أنت كما أثنيت على نفسك. ولهذا علمنا أول يوميا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هو كما أحمد نفسه، وإلا حظكم وحظ حمدكم. شنو قيمة حمدكم؟ ما أدري واضح ولا أعزائي. قال وأما القوي فلإحاطة إدراكه بما هو الغاية عند الضعيف وتجاوزه عن ذلك وبلوغه إلى ما هو أعلى وأتم منه، لا يرضى بتوقفه وإنما يمسي. عد هذا الإنسان الأول اللي مرتبته رقم ألف عندما يأتي يبين ما هو عنده، وذاك اللي مرتبة عاشر يبين ما عنده. انت عندما تضع واحد بجنب الاخر شو تقول؟ ها تقول تعارض، تقول تناقض، تقول الى ما تشاء.
ومن هنا ليسوا كلهم نور واحد بل يختلفون فضلا، وهذا أمامك. وإنما هذا الواحد من نور الواحد، إذا أردنا أن نحمل على الصحة نقول الواحد التشكيك اللي مآله إلى الكثرة، وإلا إذا كانوا حقيقة واحدة نورا واحد. طبعا في عوالم أخرى قد يكون ماذا نورا واحد، ولكن هناك بعد لا يوجد علي حسن حسين، هناك ماذا يوجد؟ توجد حقيقة واحدة. أما عندما وصلنا إلى حسن وحسين وكاظم وصادق ورضا وجواد، بعد هنا ماذا؟ لابد أن يعطى كل حق واحد ماذا؟ حقه، وما هو في مرتبته العلمية والواقعية. ما أدري واضح صار؟ هذا تمام الكلام أعزائي، هذا تمام الكلام في مسألة ماذا؟ النبوة. إن شاء الله غدا إن شاء الله ندخل في بحث شنو؟ الرسالة. قلنا من البقامات ماذا في القرآن؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإذا لم يكن الشخص رسولا، هل هذا نقص أو ليس بناقص؟ هذا بحثه سيأتي، والحمد لله رب العالمين.